انك دخلتي متعلية انا ومغرورة شايفه الوسط. برضو وجهه نظري ان انت مذيع حاد جدا وبتقول كلام، بس ده وجهه نظري، بس برضو انا احترم لا ستوب وجهه ستوب نظرك. ستوب، شيل الجملة دي. ايه ده ليه؟ لا ليه ستوب؟ ليه ستوب يا جماعه؟ معلش مش هينفع كده ان نقعد نقول حد ومش حد ليه؟ لا لا، ده يعني ازاي؟ لا انت شايفة بص، دي اصل انت حدة؟ انت بتكلم شايفة دي واحد، لا حدة؟ لا بص بص، انت بتكلم مع واحده كان اصلا مذيعه. كويس اوكي، لو هنشيل تشيل بقى الفقره دي، يا اما تسيب ردي عليك. اشيل ايه؟ اسيبك وانت قدام الناس بتقولي ان انا مذيع حد، انك بتقولي المذيع حاد انت ده، حد؟ انت قلت رايك فيا، فانت المفروض تبقى كمذيع محايد، ما تقولش الناس هتشوف رايك. ان ده غرور، ده عشان مصلحتك. لا 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 لا، بص هقول لك حاجه، الناس انت هتشوف هتسيب، ان ده طب ما تعالي. خلاص سيب الناس تحكم عليا، ما ليه مش كات؟ عايز انت اضرك، انا خايف بحبك ليه؟ ومش عايز لا اضرك. ثواني ثواني بس، انت كات دي، يبقى انت قلقان من حاجه. لا انا خالص. شايفه نكمل تصوير عادي، وبعد كده المونتاج ده للمخرج. عطني وش عندك يلا قول. جو بقى لطيف قوي على فكره، موت. يلا 5 4 3 2 1. نجمه داليا البحيري، ايوه في ناس بتقول ان مستواك الفني كويس في السينما، اه، قريب قوي من مستوى عارضه ازياء على المسرح، مش فنانه سينمائيه. ده حاجة جميل، لان انا مستواي كعارضة ازياء الحمد لله كان الناس كلها بتشيد بيه، فاذا مستواي كممثلة زي مستواي كعارضة ازياء انا ابقى سعيدة جدا. بس عرض الازياء مفيش فيه احساس، يعني بالعكس، عرض الازياء لا مجرد لا شو لا، ده بس. وجهة نظر حضرتك. وجهة نظري بقى ونظر ناس كتير قوي بيشتغلوا في الموضوع ده، ان ده موهبة، يا اما اي واحدة كان جسمها حلو عرض او الازياء موهبة لا طبعا لا، هيك لو اكيد جديدة. طب ليه بتتعاملي مع حديث. السينما بنفس منطق عرضة الازياء؟ عمري ما عملت كده. الناس بتشتكي بتقول انها ما بتلحقش تركز في الحوار ولا في الناس بتشتكي من ايه بقى؟ ان ما ما تلحقش بيلحقوش. تركز في الحوار ده انا عندي مشكلة ولا في ان انا، المشاعر لا هقول لحضرتك ليه. بسبب كتر اللبس وبسبب الميك اب يعني. اولا انا عمري ما كنت اوفر في اي حاجة، لا لبسي ولا في الميك اب بتاعي، دي وجهة نظر. ودي وجهة نظر وانا بقى ارد عليها. انا حاسة ان مشكلتي اني بتكع على الكلام زيادة، فوجهة النظر دي انا احترمها بس احب ارد عليها يعني. بالعكس، انت كمذيعة كنت يعني هايلة جدا، ربنا يخليك، سوبر ستار يعني، ميرسي، وكلنا احنا بنفخر عقبالك بشهادة يا مدام رب ان سناء، شاء ربنا الله. يخليك. لكن شايفة ان ده اتحقق في السينما؟ بقيتي سوبر ستار لا انا ما وصلتش للي انا عايزاه في يعني في حريم السينما. كريم على الفيلم، خمس بنات او اربع بنات ومصطفى قمر نجم طبعا سوبر ستار، فشايفة ان بص الموضوع كده. انا ما عنديش الكومبلكس ان انا ما اشتغلش مع بنات، ما عنديش عقده ان انا ما اشتغلش مع بنات جيلي ونبقى كتير في فيلم واحد، بالعكس دي قوه ان انت تشتغل مع كذا بنت وتثبت نفسك ويتقال الله دورها عملته مميز، ليه لا؟ يعني انا شايفه ان دي حاجه حلوه يعني، هتخلص قريب مرحلة الانتشار دي يعني، الانتشار الإيجابي اللي هي هتخلص؟ من وجهة نظرك اوعدك انها هتخلص اذا هي ما كانتش خلصت بالفعل ومضايقاك قوي موضوع لا خالص، انتشاري. مش مضايقاني خالص. اوكي، او مضايقه اي حد، دي وجهة نظره، قريب ان شاء الله هبطلها يعني. طيب